بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 29 يناير سنة 1963 افتتح أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح أول برلمان كويتي منتخب باسم مجلس الأمة. أما سنة 2014 رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة يتسلم مهامه رسمياً خلفاً لعلي العريض بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على حكومته. وسنة 2018 اكتشفوا حفريات الديناصور منصور أسورس في الصحراء الغربية في مصر، وهو من أبرز الاكتشافات في مجال الأحفوريات. أما عن مواليد زي النهاردة، فسنة 1954 اتولدت مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري. وعن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 1934 رحل فريدز هابر، عالم الكيمياء الألماني الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة يوم الدستور في جبل طارق، وكمان ذكرى تولي الأمير الحكم في الكويت. وزي النهاردة 29 يناير 1957 كان العرض الأول لفيلم لواحظ، الفيلم إخراج حسن الإمام وبطولة شادية، كمال الشناوي، محمود المليجي، فاخر فاخر وشفيق نور الدين. أما سنة 1973 كان العرض الأول لفيلم نساء الليل، الفيلم إخراج حلمي رفلة وبطولة كمال الشناوي، ناهد شريف، حسن يوسف، نيلي، وداد حمدي، وغسان مطر. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.